ايه عندك ايه؟ اسم عمرو كرم. ايه عندك امتحان ايه النهارده؟ كان عندي امتحان استنى ديناميكا. الديناميكا النهارده كان الامتحان عامل ايه؟ بص هو نص نص، بس انا متضايق ان هم نزلوه وزربوه من غير ما انا اعرف. يعني انا لو كنت عرفت كنت اعوض بقى في الاستاتيكا، يعني الاستاتيكا كانوا ما نزلوهاش فانا ما حلتش. فهم لو كانوا قالوا لي بقى ان الديناميكا نزلت من الساعه 4 والله كنت طبقت وصحيت وقفلت، بس الزمن بقى ربنا يسامحهم. الامتحان كان متسرب قبلها بيوم والناس كلها كانت عارفاه، يعني استغربنا ان الامتحان كان موجود جوه. انت كنت شفت التسريبات؟ انا شفتها بس كان بالعربي وانا انجليزي، انا ما عرفتش حاجه بصراحه. بالانجليزي؟ انا شفتهاش بقى بالانجليزي. الامتحان كان في الصف الطالب ايه؟ هو كان عادي يعني، نص نص، كان ولا صعب ولا سهل. نص نص الطالب المتوسط. انت خدت الكاد؟ بس الحمد لله يعني احسن من الاستاتيكا بكتير الحمد لله. يعني الامتحان في مستوى الطالب ايه؟ لا يعني هو عايز حد كويس جدا، مذاكر كويس وحلل كتير ويكون فاهم كل حاجه. رايك ايه في التسريبات اللي حصلت؟ التسريبات طبعا كلام يعني ضايقنا كلنا وضايق كل الطلبه، وفعلا الامتحان ده يعني انا اتبعت لي من اصحابي امبارح على الفيسبوك، بس انا طبعا قلت ده كلام فاضي، بس هو فعلا امتحان. بس انا يعني انا لو انا كنت بصيت فيه كان زماني قفلته، بس الله اعلم بقى اجيب فيه كام. بس الحمد لله يعني هو كويس الحمد لله. مرة من امبارح والناس مع الاجابات عادي، يعني امتحان حلو. انت عملت ايه في الامتحان؟ الحمد لله. يعني امتحان جميل. رايك ايه في التسريبات؟ ايه جميله يعني جميله. يعني اي حد ما ذاكرش طول السنه قبل الامتحان بساعتين يقعد يحفظ الاجابات يدخل يقفل بس، ونلغي امتحان الدين. يعني امبارح اللغه الثانيه اتسربت والاقتصاد اتسرب ما لغوش حاجه، والنهارده الديناميكا متسربه وقبل كده العربي متسرب، مفيش اي حاجه خالص وعادي. ويقول لك ايه الوزير يطلع يقول لك ايه لو امتحان تاني اتلغى احنا هنلغي الامتحانات كلها. فين الامتحانات اتلغت دي بقى؟ وفي الاخر يعني لنا تنسيق واحنا ندخل اي كليه، هما نسيب مصر بقى يعني هيبقوا حاجه كده جميله، والدكاتره هنروح نكشف عن الدكاتره اصلا ما فيش اي حاجه. حلو مصر جميله. هو الامتحان كان حلو الحمد لله، محتاج تركيز بس شويه وهتجيب التكات اللي فيه. يعني الامتحان في مستوى الطالب ايه؟ مستوى الطالب متوسط وفي كام حاجه مستوى الطالب اللي بيذاكر شويه. رايك في التسريبات اللي حصلت؟ هو التسريبات المفروض يعني كده ساوت ما بين الطالب اللي بيذاكر من بدري من شهر 8 والطالب اللي لسه فاتح باقة ولا فاتح واي فاي جاب الامتحان الصبح من الساعه 7. يعني انا الامتحان كان معايا بس ما شفتوش ولا ما ذاكرتش؟ لا الصراحه رجعت يعني قلت هو ممكن يتغير فما ركزتش عليه قوي، لان كذا امتحان قبل كده كان بيتسرب وكان بيتغير بعدها، بس فقلنا اكيد مش ده اللي هيجي يعني ما ركزتش فيه قوي. بس انا رجعت انا قلت اسئله هي تتحل وخلاص. شكرا لك.